مساء الخير شباب، ان شاء الله يا رب تكونون بخير جميعا. وان شاء الله اليوم نبلش وياكم بسلسله محاضرات ال PLS الليزر سكانينج تحديدا ان شاء الله خلال فتره الكورس الثاني. طبعا بالنسبه للمفردات حضرتاني بصراحه بشكل سريع ومختصر بعد اجراء الاختصار على الماده عموما بنسبه 60 الى 65% اللي بقى منها يعني بعد الاختصار والتعليمات. فهاي المفردات ان شاء الله نحاول نغطيها باذن الله، وتلاحظ انه كلها انكلودد ضمن مفردات محاضراتنا اللي راح تستمر خلال الكورس باذن الله. طبعا بالنسبه للمصادر خليت لكم مصدرين، وانا اعرف وضع حاليا ما عندكم اي شيء تقدرون توصلوا له غير النت، خليت لكم لينكات لهذه الكتب موجودة، اللينكات أمامكم من البي دي درايف. طبعا يسأل سائل أكيد راح يسألون إنه مطلوبة مو مطلوبة كمادة امتحان إلك، شيء طبيعي ما مطلوبة غير بس السلايدات والمحاضرة اللي أرسلها إلك، لكن هذه إذا اللي يحب إنه يستزيد بعلم يتعلم يعني يحاول إنه يقرأ عن فقرة معينة ومحددة بالمادة يرجع يقدر يرجع لهذه المصادر. طيب لازم بالبدايه نعرف هو شنو الليزر سكانينج. الليزر سكانينج شباب يعني احيانا يشيروا له باللايدار اذا كان يتعلق ببلاتفورم جوي، يعني اذا كان اللايدار ومنظومه اللايدار محموله على طائره جويه. زين كتعريف هو اللايت، يعني اختصارا اللايدار هو اللايت ديتكشن اند رينجينج، اختصار لكلمه لايدار، وهو ديجيتال تكنيك، هي كتكنيك هي ديجيتال تكنيك اوف كابتشرينج اكيوريت انفورميشن زين اباوت فيزيكال اوبجكتس، يجيب لنا معلومات عن الاجسام الارضيه يوزنج ليزر لايت. اوكي فهو ده يستخدم شنو؟ ده يستخدم ال سوري ده يستخدم الليزر لايت، طور على البوينتر حتى شويه الموضوع يصير واضح. زين المنظومه تكون موجوده على طائره فيرسل الليزر زين للاجسام الارضيه حتى يرجع الاشاره ويحاول يتعرف عنها ريموتلي، فيحصل على المعلومات الثلاثيه الابعاد بهالاسلوب. طبعا هناك تقسم بشكل عام انواع ما تحسب البلاتفورم الى جوي وارضي ومحمول على يعني موبايل وستلايت، Airborne Terrestrial Mobile Satellite. واختصارا احنا نتلاحظ بالنسبه لل يعني حتى مستقبلا ما تمر عليك ناخذ الحرف الاول منه اختصارا تلقاه ونضيف لل ALS، فمثلا من نحاول نعبر عن الايربورن سكانينج او الاريال ليزر سكانينج نسميه بال ALS. اذا كنا نتكلم عن الترستريال ليزر سكانينج فنسميه TLS، وهكذا بالنسبه للموبايل MLS والستلايت SLS. اوكي طبعا هي بالنسبه لنا هسه حاليا راح نحاول نركز على السيستم اللي هو الجوي الايريال او الايربورن سكانينج او ليزر سكانينج. اوكي اول فقره لازم نعرفها على اعتبار انه احنا شوط بالفوتوغرامتري لابد ان نعرف شنو اهم الفروقات بين الفوتوغرامتري والليزر سكانينج. باختصار انا ما اريد اطول بصراحه هوايه حتى الفيديو ما يصير طويل ويصعب عليكم تحميله. النقطة الأساسية بالفوتوغرامتري مثل ما كلكم تعرفون حتى حصل إحداثيات ثلاثية لأي جسم موجود سواء كان أرضي أو يعني موجود في أي مكان بالفضاء، زين يعني على الأرض أو موجود أي مكان بالفضاء، لابد أن تلتقط إلى صورة جاية أو صور عفوا جاية على الأقل من محطتين، يعني بالتالي أنه أنت يراد لك تتوفر للمنطقة المصورة لقطتين على الأقل، وبالتالي هندسيا أو تحليليا مثل ما تعرفون أنه يجي شعاعين للجسم يتقاطعون بالنقطة مالتي. هذا هو الموجود بالفوتوغرامتري، أي نقاط موجودة في إحدى الصورتين اللي جاية اللي التقطت من محطتين لكنها ما موجودة أو ظاهرة بالمحطة أو الصورة الثانية اللي هي مثل النقاط اللي تشوفوها متلونة باللون الأحمر، هذه النقاط لا يمكن أن أحسب لها إحداثيات ثلاثية الأبعاد بنظام الفوتوغرامتري ما دامت هي غير متلاحقة وظاهرة بصور اللقطة الثانية. هذا الكلام تماما غير شكل ومو موجود بالليزر سكانينج. الليزر سكانينج كل سكان ينطيك فلايت لاين، ما ينطيك صوره، ينطيك فلايت لاين. الفلايت لاين عباره عن سترب، خلينا نقول كانه يعني بما يعادل سترب من الصور. هذا ما يحتاج الى تصوير او يعني يجي له سكان من محطه ثانيه، وانما مجرد ان الطائره تمر وكل النقاط اللي تمر ضمن الحيز مالتها او نسميه يعني الفلايت ديبث مالتها
اللي هو عرض السترب. هذه النقاط كلها اقدر استحصل الاحداثيات الارضيه لها، فبالتالي تجي ستربات سترب بعد سترب، يعني بصفه سترب بصفه سترب حتى يغطي مساحه ارضيه اكبر، فما يستدعي انه يصور من محطتين مثل ما موجود بالفوتوغرامتري. بالنسبه للكومبوننتس الاساسيه بالاي ال اس اللي هو قلنا الاريال ليزر سكانينج، هي تتمثل بالترانسميتر اللي هو الليزر ترانسميتر، يمر بالديفليكشن يونت اللي عاده تتمثل بالميرور زين، فتعكس الاشاره للجسم الارضي وترجع ترتد عنه حتى يسجلها الريسيفر زين. هذه المنظومه اللي هي الاساسيه، طبعا بالاضافه لوجود الاي ان اس اللي هو الانيرشال ميجرنج يونت زين، وايضا الدي جي بي اس الديفرنشال جي بي اس، بالاضافه للكنترولينج والداتا ريكوردينج اللي حتى يسجل لنا كل الداتا اللي ترجع من الجسم الاجسام الارضيه. طيب اول فقره احنا عندنا بالنسبه من تطبيقات الليزر سكانينج او اول نوع من انواع الليزر سكانينج هو التوبوغرافيك. التوبوغرافيك منين جاي؟ يعني كتطبيق توبوغرافي، يعني انا استخدمه لاغراض التوبوغرافيك مابينج. اوكي، هو بشكل عام من اتكلم عن التوبوغرافيك ليزر سكانينج هو سيستم ماونتد اون ايربون، يعني هو سيستم لازم يكون مربوط على طائره جو، يعني لا يمكن انه يكون مربوط على ترايبود ارضي او يكون مربوط على سياره او باخره او مربوط على ساتلايت، لا اي شيء يتعلق بالتوبوغرافيك ايريال ليزر سكانينج عاده، يعني يكون انه انا اريد التطبيقات قليل، احيانا تلقى الساتلايت بس قليل جدا، لكن الاساسي يكون ايريال ليزر سكانينج، فهو سيستم مربوط او متثبت على ايريال بلاتفورم زين. وهذا طبعا يوفر لنا يرسل الاشاره للاجسام الارضيه وترتد ويسجلها السيستم، وبالتالي احصل بيانات الثلاثيه الابعاد. طبعا بالنسبه للاكيورسي اللي يحصلها او يجيب لنا اياها هذا السيستم اللي هو يعني الايريال ليزر سكانينج وبارتيكولرلي بالنسبه للتوبوغرافيك، يتراوح يعني بين السنتيمترات والديسيمترات، بين هالرينج بين البلانيمتريك وبين الفيرتيكال، والفيرتيكال احيانا يجينا بدقه اعلى من البلانيمتريك. هذا يعتمد على عده امور، واحده من عدها نوع الترين مالتي، نوع التضاريسيه الارضيه، يعني منطقه جبليه تختلف عن منطقه سهليه، وايضا ارتفاع الطيران اللي اني مستخدمته او مثبته للطائره اللي حامله السيستم. طبعا اللاند كوفر فيتشرز راح تتسكن بهالحاله كون السيستم هو ايربون، يا اما باستخدام طائره ثابته الجناح الفيكست وينج نسميها، او احيانا الهليكوبتر، واليوم احيانا ممكن تكون يو اي في يعني طائره مسيره زين، لكن لها القابليه انه تحمل السيستم، لان بشكل عام هذه السيستمز تكون ثقيله، فتريد طائره لازم تكون بحجم مناسب. بالنسبه للديجيتال كاميرا عاده تكون موجوده ضمن السيستم، يعني موجوده يعني ملحقه بالسيستم، لكنها غير جزء، يعني مو جزء اساسي من اجزاء الليزر سكانينج، وهي نقطه كلش مهمه، لان الكاميرا هي ما يتعلق بال خلينا نقول الفوتوغرامتري، وهي ليست بجزء من سيستم الليزر سكانينج، لكن هالسيستم منفصل عنه، لكن موجوده تكون، واحيانا ما تكون موجوده، وجودها ضروري جدا حتى نقدر نجيب الاورثو فوتوغرافس، نقدر نجيب نسوي اورثو فوتوغرافس للصور اللي تاخذها، فيصير عندنا كانه السيستم يجيب لنا صور فوتوغرامتري ويجيب لنا ديتا ليزر سكانينج، يعني ديتا من السنسرين، يعني كانه سنسرين بسنسر واحد، لكن ارجع واقول انه كل سنسر يشتغل لوحده. لكن الليزر سكانينج بشكل عام من تكون يكون اكو ديجيتال كاميرا موجوده بالسيستم، نقدر نستفاد من البيانات الكاميرا انه نخلق الاورثو فوتو ليتر بالبوست بروسيسنج، ونخلق من عندها نجيب منها هاي المعلومات التكستشرنج ونضيفها للليزر سكانينج، يعني تكستشر نعطي تكستشر من خلال معلومات الايمجز، هاي ان شاء الله راح نشوفها بالمستقبل. بشكل عام الكوميرشال سيستمز كل السيستمز والاجهزه اللي موجوده تجاريه بالسوق الويف لينث مالتها يشتغل بين 800 و 1550 نانومتر. بالنسبه للهيستوري ما اريد اخذ جمله بيه، بس يصير عندك فكره يعني من بدايه، يعني هاي الطب اريدك انت تقرا وتمر عليه، هو واضح عده نقاط بس حتى توضح الصوره انه من يمتى بدا الليزر سكانينج بالظهور بالعالم. من بدايات يعني خلق الاوبتيكال ليزر سيستم بالستينات كان بالبدايه، بعدين ظهر كايربورن سيستم بال ايضا بالستينات، وبالستينات يجوز نهايه الستينات، يا
يعني شوي شوي اتطور مع ظهور الجي بي اس، ربط السيستم مع بعض حتى يجي لنا اكيوريسي عاليه. شوي شوي قام شيء طبيعي دائما كل شيء حتى ينجح يعني يثبت نجاحه بالسوق يجب ان يكون ملحق بالبحث العلمي، والبحث العلمي هنا بال 96 بدا اول كونغرس اللي كان في فيينا للاي اس بي ار اس اللي هي الانترناشونال سوسايتي اوف فوتوغرامتري اند ريموت سنسنج، هي المنظمه العالميه اللي تجمعنا كل المتخصصين بالفوتوغرامتري والريموت سنسنج بالعالم. وشويه شويه الى ان ظهر اللايدار مثل ما نعرفه اليوم بصيغته الموجوده في السوق. اكو مجموعه كومبوننتس موجوده اساسيه بالليزر سكان ومعلومات لابد ان نتعرف عليها. اول فقره اللي هي الليزر ترانسميتر والريسيفر او الديتكتر اللي شفناها قبل شويه بالسلايد الاول اللي هو الترانسميتر وايضا الديتكتر. هذه الامور الفقرتين الاساسيه مع بعضهم شو يسموهم طبعا مع يعني كسيستم مع يعني القطعتين مع بعضهم يسموها بالرينج ميجرنج يونت اللي هو السيستم اللي يجيب لك المجر اللي الرينج العفو اللي هو البعد بين السنسر وبين الاوبجكت مالتنا يعني المسافه خلينا نقول زين، او احيانا يسموه الليزر رينج فايندر ايضا هذه المفرده الار العفو ال ار اف زين. الديفليكشن ميكانيزم اللي هي الديفليكشن يونت ايضا اللي حكينا عليها اللي هي هذه اللي هي قلنا تتمثل عاده بالمرار، وهذه هسه نشوفها من انواع الباترن ونشوف شنو الانواع اللي موجوده بالنسبه للمرار بوليجون اكو غير البوليجون. بالنسبه لمنظومه الجي بي اس والاي ان اس ايضا قلنا يكونوا ملحقين ولازم العلاقه بيناتهم تكون معلومه، ايضا كمبيوتر لازم اون بورد حتى يسوي بوست بروسيسنج للديتا، فلهذا لازم تكون الستورج مالته عاليه لان يشيل ديتا كلش هوايه، بالإضافة إلى وجود precise timing device اللي هو يتعلق بالجي بي اس حتى يعني حتى بالنسبة للليزر بالحقيقة حتى يكون عندي قياسات دقيقة لأجزاء الثواني. optionally تلاحظ إنه كلمة optionally موجودة الكاميرا مثل ما ذكرنا قبل شوية يعني ما تكون جزء، يعني الليزر يشتغل بوجود كاميرا أو عدم وجود كاميرا لأن هي مو جزء منك السيستم، فإذا وجدت هالكاميرا أقدر استفاد من عندها يعني part تعتبر تكون موجوده حتى اخلق الاورثو ايمجز وليتر يعني اقدر استفاد من المعلومات مال الصور في خلق التكستشرنج للليزر سكانينج داتا. بالنسبه للبلاتفورم مثل ما قلنا قبل شويه ما تكون ايربورن هليكوبتر زين، واحيانا تكون يو اي في وهذا ذكرناه. اكو فانكشناليتيز وفانكشنينج لازم نعرفها عن الليزر سكانينج بشكل عام. الليزر سكانينج سيستم او الايربورن ليزر سكانينج سيستم اللي هو قلنا الجوي الاي ال اس هو اكتف سنسر، وهذه معلومه كلش مهمه. شنو يعني اكتف سنسر؟ اكتف سنسر يعني يشتغل ليل ونهار day and night اوكي، واحيانا يفضلون الليل افضل لانه no sun interference يعني ماكو تداخل وانعكاسات بسبب الشمس، لان يعني تعرف احيانا الشمس من تكون سطوحها على جسم انعكاسها كلش قوي قد ما يرجع ارتداد زين، فاكو مشاكل هوايه، فبالليل يكون احسن زين، فلهذا يسموه هو اكتف سنسر. هاي ميزت عن الفوتوغرامتري، الفوتوغرامتري يعني باسيف سنسر يشتغل بس بالنهار يريد ضوء خارجي زين، هذا لا ما يريد فيشتغل ليل ونهار. وبلس انه ايضا شنو ليش اكتف؟ انه ينطيني معلومات وديتا ورينج ومعلومات ثلاثيه ليتا بالتكستشرلس ارياز يعني المناطق اللي ما بيها تكستشرينج ما بيها لونيه ما بيها اللي هي تشمل ايضا الشادوينج اللي هي واحده من المشاكل اللي نواجهها بالفوتوغرامتري زين، مناطق الشادو ما اقدر اجيب من عندها اي بيانات، لكن بالليزر سكانينج ما عندي هاي المشكله. فتلاحظ هنا أنا بهاي الفقرتين انه بالليل وبالشادوينج ارياز يتفوق السيستم على الفوتوغرامتري. ايضا لازم نعرف انه هو very narrow system او path system اللي هو راح يكون عباره عن سيجنال ضيقه جدا زين، وهاي انرجي تنبعث يعني powering يكون كلش عالي، ترسل للجسم الارضي وللسورس بشكل على شكل ليزر اللي قلنا عليه قبل شويه يشتغل بين 800 و 550 نانومتر للسين، وهسه نعرف ايش كم حسب السيستم ايش قد قوه النبضات وهالامور هذه، وبعدين يرجع يرتد عنها. فهذه هي احد مميزات اهم مميزات السيستم انه اكتف سنسر. ايضا بالنسبه للسيستم بشكل عام الاريال اكو سيستمين عندنا من ناحيه العمل، من ناحيه خلينا نقول الناحيه التحليليه او الاسلوب الرياضي لحساب الاحداثيات الارضيه ثلاثيه الابعاد، يا اما يكون نوع تي او اف اللي هو يسموه تايم اوف فلايت
اكو نوعية اخرى يسموه الكونتينيوس ويف او الفيز ديفرنس. الكونتينيوس ويف هذا سيستم شوية قليل موجود اليوم، موجودة من عندنا ما ادري لكم قليلة جدا، بي شوية مشاكل، فلهذا اغلب الانواع اللي موجودة في السوق حاليا او الكوميرشال تتوفر هو التايم اوف فلايت، وسنعرف بعدين ليتر شنو يعني التايم اوف فلايت. طيب بيسكلي الميجرمنتس طبعا تشتغل حسب تكنيك البولر تكنيك وليس البلينر، يعني بالنسبة لي يقدر يجيب لنا الاحداثيات، مو يشتغل بلين بس، يقدر يجيب لنا الاحداثيات الثلاثية. واغلب الاريال ليزر سكاننج يشتغل بالنير انفراريد ريجن اللي هي حكينا قبل شويه الويف لينث مالتها، وبالتالي يعني واحده من مشاكلها انه هي تتاثر كنير انفراريد بارت اوف المالتي سبكترال انرجي اللي هي الطول يعني يعني الموجات الكهرومغناطيسيه، فتشتغل بالبعد النير انفراريد زين. بس النير انفراريد واحده من مشاكلهم انه هو تتاثر بالماء بالرطوبه بالسنوينج بالامطار زين، هذا خلافا للرادار، الرادار ما يتاثر بهاي الامور، ولهذا اللايدار بالاجواء الماطره والغائمه والمثلجه لا يفضل استخدامه. ايضا عندنا بعض الفقرات الاخرى اللي لازم نخليها يعني بالنا، مهمه جدا لما نعد خطه ونريد انه احنا شنو انه نريد نطلع بمشن للليزر سكانينج. يعني شلون من نسوي خطه للتصوير لازم نسوي خطه للليزر سكانينج. اول شيء لازم اعرف انه ايش قد المينيموم والماكسيموم فلايت هايت اللي اني اقدر بهذا السيستم مالتي اللي بدي اشتغل بيه اقدر استخدمه، يعني ايش قد اقل شيء تنزل الطيارة وش قد أعلى شيء تصعد الطيارة. طبعا بالنسبة للماكسيموم فلاينج هايت يعتمد على الترانسميتد باور يعني قوة الإشارة المرسلة، فإذا كانت الإشارة تصل عندها حد معين أقصى شيء رينج كيلوين ثلاثة عشر كيلوات أنا ما لازم أصعد عن العشر كيلوات وهكذا. أما بالنسبة للمينيموم فترجع للسيفتي، يعني الأمور اللي لأنه من يقل السيفتي يعني من الليزر يعني الليزر سورس من يقترب من الجسم زين بمسافة تكون قليلة جدا وقريبة عليه قد يكون مؤذي، فتخيل انه هذا الجسم مثلا يكون انسان فلربما يسبب له أذية. هو طبعا هذا السيستم اللي احنا نتكلم عنه ونستخدم الاريال والتوبوغرافيك هو سيف ما عليه شيء يعني ماكو مشكلة، لكن الليزر احيانا مثل ما تعرف مرات يستخدموه باغراض وتطبيقات اخرى، فمن يكون يقترب جدا قد يمس للجسم قد يسبب له حروق او هيك شيء، فهاي قضية السيفتي. يعني بالنسبة للسواث ويث الماكسيموم سواث ويث، سواث ويث هو يمثل العرض مال السترب بالنسبة للطيارة. هاي طبعا مفردات سنشوفها ان شاء الله يجوز بالمحاضرة القادمة، فايش قد اكثر عرض للسترب مالتي اللي يسموه سواث ويث لازم يعني اعتمده، هذا يعتمد على فقرتين اللي هي الارتفاع الطيران والفيلد اوف فيو. الفيلد اوف فيو شلون بالكاميرا بنقول الفيلد اوف فيو مساحة الرؤية مالتنا زين، هاي الفقرتين تعتمد عليها اللي تقابل السكان انجل هنا، هسه ان شاء الله نشوفها بالمستقبل اكثر، بس انا دا امر عليها حتى تكون عندكم بالصوره كمعلومات قبل ما تتفصل. اوكي بالنسبه للليزر فوت برينت ان شاء الله هاي راح نشوفها بالمحاضره القادمه، يعني الفوت برينت اقدر اقول لكم بالضبط مثل هذه اللي اذا تشوفوه ما ادري اذا راح يطلع بالفيديو يومكم، راح احاول اخلي لكم سمارت واخلي لكم عادي نورمال. بالنورمال يعني كفيديو على مود لان السمارت يكون حجمه اكبر بس النورمال يكون حجمه اصغر، فما اعرف. المهم اذا شفتوا سمارت اذا تشوفون هاي النقطه الليزريه مال المؤشر مالتي هي هاي بالضبط مثل الفوت برينت، من ترسل من الجهاز وتسقط على الجسم الارضي تسقط بمساحه ارضيه تغطيها مثل بالضبط مثل اسمها طبعا تغطي لك مساحه، وعاده تكون دائره مثل هذا المؤشر هسه، لكن بسبب التضاريس الارضيه لكون الارض وتضاريسها مو مثل هسه هذه سطح الحاسبه بلين، فتكون الفوت برينت مالتي مو دائره تكون اليبس. اوكي بشكل عام الفوت برينت مالتي كمساحه تعتمد على البيم دايفرجنس، وهسه نشوف شنو البيم دايفرجنس ان شاء الله، وعلى الفلاينج هايت ارتفاع الطيران ايضا. الويف لينث حكينا عليها، بالنسبة للدنسيتي اللي هي عادة تكون الافرج دنسيتي اللي هي يعني كثافة عدد هاي الفوت برينتس بمساحة معينة مثلا بالمتر المربع
في عدد النبضات اللي ترسل، يعني عدد الفوت برينتس اللي موجوده على مساحه ارضيه محدده ايش قد راح تكون. لان الداتا مالتي من تجيني بالليزر سكاننج تجيني عباره كانه عن مجموعه نقاط، هذه النقاط هي الداتا ثلاثيه الابعاد، يعني من اسوي لها فيجواليزيشن بسوفت وير اشوفها ثلاثيه الابعاد يعني بالفضاء مو على سطح 2D بس. فمن اجي مثلا احاول هاي المنطقه اللي عندي الداتا لها اسوي بها جريد واحاول اشوفه بكل جريد مربع نسميه فوكسل، يعني كحجم انه كم بوينت وكم نقطه من هاي مثل ما تشوفوها بالفوت برينت. فهاي شو يسموها الدنسيتي، الدنسيتي هي مثل الصوره اللي هي شده الوضوح، كانه الصوره مثل ما عندنا احنا شلون نعرف الدنسيتي مال الصوره من عدد البيكسلز مالتها. اوكي نقول قد الدي بي اي مالتها. اوكي فهذا نفس المعنى. فالدنسيتي الشده للريزوليوشن مال الصوره تعتمد على مجموعة باراميترز منها السكان باترن اللي هي طبيعة أو نوع السكان، وهي هسه بنشوفها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، البلس ريبيتيشن فريكونسي اللي هي فريكونسي مال الليزر اللي دي يرسل، السكان ريت معدل السكان بالثانية الواحدة، ارتفاع الطيران الطائرة سرعة الطائرة والفيلد اوف فيو زين، وبالإضافة لأكو بعض الأمور الأخرى. النمبر اوف ايكوز هسه راح نشوف شنو هي الايكوز نعرفها ليتر، الاكيورسي الفريكوانسي والاكيورسي مالتنا لازم تكون بالنسبه للجي بي اس معلومه، اذا كان عندي سنسرز اخرى مثل الكاميرا لازم اكون عندي معلومات عن الريزوليوشن مالتها الفوكال لينث مالتها، يعني هالامور كلها لازم اعرفها من هاني دا احضر لخطه زين. الويت الدايمنشن الباور كونسبشن بالنسبه لاستخدام الطاقه الانفايرومنتال الجو شنو وضعه، هاي الامور كلها لازم اخليها بالحسبان، يعني بالنسبه للويت اني اذا السيستم مالتي يكون ثقيل فلازم اعرف انه الطائره مالتي تتحمل هكذا ثقل. والرينج ريزوليوشن اند اكيورسي اللي هي يعني البعد الاكيورسي مالته، وبنفس الوقت ايش قد شده الوضوح مالت القياسات، لان هذا الرينج يمثل ليتر يتحول او يترجم الى اكس واي زد. فش قد الريزوليوشن اللي هي لها علاقه قلنا بالدنسيتي قبل شويه زين، وايضا ايش قد الاكيورسي يعني ايش قد الدقه مالتها زائد ناقص ايش قد. وايضا السوفت وير لازم تكون عندي يكون عندي المام بنوع السوفت وير اللي راح يسوي لنا البوست بروسيسنج. بالنسبه للسوفت ويرز اللي تستخدم في معالجه الداتا، يعني تعرف انه الليزر سكاننج احنا نمر بعده مراحل، اول شيء لازم نسوي خطه، بعدين لازم نسوي داتا كابتشرنج نجيب داتا باستخدام المنظومه، وهاي الفقرات اللي قبل شويه حكينا هاي لازم يكون عندنا معلومات عنها من وضعنا الخطه. والفقره اللي بعد اللي يسموها بالبوست بروسيسنج يعني معالجه البيانات ليتر زين. فاكو هواي سوفت ويرز تعالج لي داتا الليزر سكاننج اللي هي 3D ليزر سكاننج. اكو نوعين، النوع الاول اللي هو يعني انتاج الشركات المصنعه لاجهزه الليزر سكاننج، واكو نوع اخر لا تنتج شركات ما تنتج ليزر سكاننج، يعني مو يعني مو جهاز، يعني مرات انت بشكل عام من تشتري جهاز الشركه اللي تشتري من عندها توفر لك سوفت وير مالتها من مال الجهاز، يعني تنتج جهاز وتنتج سوفت وير. اكو شركات لا offered by non-ALS manufacturers اللي هم الشركات اللي ما تنتج ALS system، مجرد انه هي تنتج مثل الاوتو ديسك يعني تنتج سوفت ويرز تعالج بيانات الليزر سكاننج. بالنسبه للشركه السوفت ويرز اللي تنتجها شركات المصنعه عندك الاوبتكس عندك التوبوايز عندك الريجل اي جي اي عندك لايكا عندك توبكون هسه كلها صار عندها اغلبها عندها صار سيستم ليزر سكاننج يعني وبالتالي سوفت وير يعني خاص بي ايضا. اما بالنسبه للشركات اللي ما تنتج ليزر سكاننج لكن ما تصنع ليزر سكاننج لكن تنتج سوفت ويرز، هواية من عندها منها شركة التيرا سوليد الفنلندية عندها مجموعة باكج تيرا موديل تيرا ماش تيرا سكان، وعندك السكوب بلس بلس هذا اللايدار من فيينا، وعندك ايضا الانفو من جيرماني، وعندك مجموعة سوفت وير تقدر تشوفها هنا من باي سيستم الامريكي المارس ايضا امريكي. هذول هواية اكو شركات بس المهم يعني تعرف انه صار عندك فكرة كم واحد خاب بالمستقبل انه تريد تعالج داتا. طيب السؤال اللي يطرح نفسه انه انا كل هذا شنو استخدمه، يعني تطبيقات الاول بها الليزر سكاننج شنو هي؟
صراحة هناها خليت لستة تطبيقات، لكن أكو هواية غيرها، لكن أهمها أكثر وحدة بالنسبة لنا تمنى هي المابينج بشكل عام، توبوغرافيك مابينج. والمابينج يشمل ممكن الكوريدورز اللي هي وحدة من التطبيقات، وأكثر شيء الموبايل ليزر سكانينج بالرودز ريلويز بايب لاينز، خصوصا شركات يعني الأنابيب النفطية اللي عندنا بالجنوب، السكك الحديد، الطرق، الهاي ويز، يعني هواي اكو تطبيقات الكوريدور مابينج، او مابينج ايضا للالكتريكال ترانسميشن لاينز اللي هي شبكات الخطوط الكهرباء والضغط العالي وهالامور، الدي اس ام دي تي ام، امور اخرى اللي تتعلق بالاكيورسي والدنس مثل فلودنج مابينج، دي تي ام جنريشن اوف اولد كالكوليشنز للويست، هواي امور احيانا الامور تتعلق بالمسح الهندسي وهالامور، ميجرمنتس بالنسبه لهنا الامور الكميه الثلج والجلاسير مونيتورينج بالقاره القطبيه وشلون يحسبون كميات الجليد اللي ذابت، الويت لاينز مناطق اللي هي اكو مناطق يسموها رطبه، مثلا تلاحظ تدرس بجنوب العراق بالاهوار خلال فتره زمنيه من السنه الفلانيه للسنه الفلانيه، تريد تحسب تصير عندك قياسات دقيقة لكمية كميات الأمطار والمياه العفو سوري المياه اللي انفقدت من الأهوار خلال فترة زمنية من إلى، والعديد بصراحة من التطبيقات. شباب ما أريد أطول أكثر، يمكن الفيديو شوية صار يعني شوية بيطول، لها ثاني صراحة يعني مشيت سريع بس على مود أنه أخلصه بأكثر وقت ممكن. الأكنولجمنت هاي مثل ما تروحون اليوم اللي يساعدوني أنه أكون المحاضرة، وشكرا جزيلا.